بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم عن الدوال في لغة Visual Basic. بصورة عامة تقسم البرامج الفرعية في لغة Visual Basic إلى نوعين، هما الدوال والإجراءات. موضوعنا لهذا اليوم هو الدوال. الدالة عبارة عن برنامج صغير مكتوب مسبقا ومحفوظ في لغة Visual Basic، وهذه الدالة هي تقبل قيمة واحدة أو أكثر من البيانات، ولكنها بعد المعالجة ترجع قيمة واحدة فقط. أسباب استخدام الدوال في لغة Visual Basic: أولاً عند تكرار أجزاء من البرنامج فإنه يمكن كتابتها مرة واحدة واستدعاؤها أي عدد من المرات. ثانياً، إذا كان البرنامج كبيراً فيمكن تقسيمه إلى أجزاء صغيرة، كل جزء يسمى دالة. ثالثاً، عند تقسيم البرنامج إلى أجزاء صغيرة تسمى الدوال، فيمكن السيطرة عليه ويمكن تعديل أي أجزاء فيه، وكذلك يمكن صيانة هذا البرنامج بسهولة. بالنسبة للدوال في لغة Visual Basic، هناك لدينا 7 أنواع من الدوال. هي دالة صندوق الإدخال، دالة صندوق الرسائل، الدوال الرياضية، دوال التحويل، دوال السلاسل الرمزية، دوال التاريخ والوقت، ودوال المستخدم. 6 أنواع الأولى هي دوال جاهزة، يعني بمجرد استدعائها وأعطاها البيانات ترجع لنا القيم. أما النوع 7 وهو دوال المستخدم، فإنه يكتب عن طريق المبرمج أو المستخدم وتخزينه واستدعائه عند الحاجة. الآن نبدأ بالنوع الأول من الدوال، وهو دالة صندوق الإدخال اللي هي Input Box Function. هذه الدالة تستخدم لاستقبال قيمة من المستخدم، وذلك في مربع الرسالة، ليتم تخزينها في متغير معين. لها صيغتان. الصيغة الأولى هي var، أي متغير يساوي input box اللي هي الدالة، ثم بين قوسين message، بين علامتي الاقتباس وفارزة، ثم title. message رسالة، طبعا البار هو اسم متغير تخزن فيه القيمة الراجعة من الدالة. مسج هي نموذج الرسالة المطلوب عرضها في الدالة. وتايتل هو عنوان مربع الرسالة في شريط العنوان. الصيغة الثانية اللي هي بار يساوي فال بين قوسين انبوت بوكس ثم مسج وتايتل. الفرق هنا استخدام الدالة فال. الدالة فال وظيفتها تحول القيم الرمزية إلى عددية. طبعا فرق بين الصيغتين، الصيغة الأولى هي تستخدم لإدخال قيم، وهذه القيم هي قيم رمزية. أما إذا أردنا تحويل هذه القيم الرمزية إلى عددية فنستخدم الدالة فال. مثال حول دالة input box: M يساوي input box بين علامتي الاقتباس enter your name وبعدها input data. هنا الرسالة هي enter your name، أي إدخال الاسم. أما عنوان هذه النافذة فهو input data، كما يظهر في هذا الشكل اللي موجود على اليمين. مثل ما تلاحظون هناك شريط أبيض يتم فيه إدخال القيمة المطلوبة وهي عبارة عن اسم، وإذا ضغطنا على الأمر OK معناه وافقنا على هذا الإدخال، أو عند إلغاء الأمر نضغط على Cancel. الآن نأخذ برنامجين. البرنامج الأول Example الأول، أكتب برنامج لإدخال 4 أعداد ثم حساب مربع، حساب وطباعة مربع ومكعب هذه الأعداد. طباعة المربع والمكعب لهذه الأعداد يتم في جدول. الآن لدينا 4 أعداد،
هما نعلن عنهم، هما الـ A والـ B والـ C والـ D. المربع لهذه الأعداد راح نعلن عن متغيرات لمربعات الأعداد، وهما X1 مربع الـ A و X2 مربع الـ B، X3 مربع الـ C و X4 مربع الـ D. بالنسبة للمكعبات نعلن عن أربعة متغيرات، الـ Y1 اللي هو مكعب الـ A، الـ Y2 مكعب الـ B، الـ Y3 مكعب الـ C، والـ Y4 مكعب الـ D. طبعا الـ A والـ B والـ C والـ D قيم مجهولة سيتم إدخالها عن طريق استخدام دالة صندوق الإدخال اللي هي Input Box، ونستخدم في إدخال قيم الأربع متغيرات الدالة بال لتحويل القيم من رمزية إلى عددية. بعد ذلك يتم إجراء العمليات الحسابية عليها. مثل ما تلاحظون هنا المربع، المربعات اللي هي X1 مربع الـ A و X2 مربع الـ B و X3 مربع الـ C و X4 مربع الـ D. يتم الفصل بين هذه الجمل الأربعة باستخدام النقطتين. أما حساب المكعب فسيتم تخزين هذه القيم في المتغيرات الآتية: Y1 هو مكعب الـ A، Y2 مكعب الـ B، Y3 مكعب الـ C، Y4 مكعب الـ D. الآن نبدأ بطباعة عناوين لهذه الجدول اللي هو النمبر يمثل العدد، وسكوير اللي هو المربع، وكب اللي هو المكعب. نطبع الآن، نبدأ بالأعداد. العدد الأول A، وبرنت A، اطبع العدد A، والمربع له X1، المكعب Y1، كذلك الـ B ومربعه X2، مكعبه Y2، C مربعه X3، مكعبه Y3، الـ D مربعه X4 ومكعبه Y4. الأوتبوت مثل ما تلاحظون يظهر أمامكم كما في هذه النافذة. الآن نجي إلى المثال الثاني، وهو استخدم صندوقي إدخال اللي هو اثنين، يعني Input Box. الأول لاسم المتغير الذي سيتم فيه التخزين هو First، والمتغير الثاني هو Second، لإدخال عددين. متى يتم إدخال العددين؟ عند الضغط على الأمر Loading Numbers، أي تحميل الأعداد، كما يظهر في النافذة اللي في الأسفل. وهناك أمرين آخرين هما Addition و Subtraction. Addition لحساب حاصل جمع العددين، و Subtraction لحساب حاصل طرح العددين. ثم نطبع هذه القيم الناتجة عند الضغط على الأمر Addition لحساب المجموع، وعند الضغط على الأمر Subtraction لحساب حاصل الطرح. الآن لدينا المتغيرين First و Second لإدخال العددين الأول والثاني، Add لحساب المجموع، Subt لحساب حاصل الطرح. ندخل قيم العددين First و Second عن طريق استخدام دالة Input Box ومعها رسالة اللي هي Enter the first number. هنا سيتم إدخال العدد وعنوان النافذة first number. ثم المتغير second سيتم إدخال العدد عند ظهور الرسالة أو النافذة التي تحتوي على الرسالة اللي هي Enter the second number، وعنوان النافذة اللي هو second number. بعد إدخال العددين وذلك بالضغط على الأمر الأول اللي هو Loading Numbers، نضغط على الأمر الثاني اللي هو Addition لإيجاد حاصل الجمع. حاصل الجمع كما موجود في Command 2 اللي هو نجمع First زائدا Second، والنتيجة تخزن في المتغير Add. Print Add نطبع قيمة الجمع، ثم عند حساب حاصل الطرح نضغط على الأمر Subtraction. Subtraction أيضا اللي موجود في Command 3